ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیم بلاک نیوز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمیہ، خبر شامل کرتے ہیں ہمارے انچارج نمائندگان سین خیر محمد وسان کی رپورٹ کے مطابق خیرپور سے الحمدللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے حکم تعمیل کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے فلسطینی بھائیوں کے لیے ریلیف کا کام شروع کر دیا. ہمارے ویلنٹیئرز نے جانور خرید کر ذبح کیے، بہترین کھانا بنوایا اور پھر گھر گھر جا کر اس کی بہترین انداز میں تقسیم کیا. رب کریم انہیں جزائے خیر دے، رب کریم صحیح قبول فرمائے، آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس نیوز ایچ ڈی. فلسطين من قطاع غزة لليوم 58 على التوالي من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، حيث خلفت عشرات الآلاف ما بين شهيد وجريح، إضافة إلى مئات الآلاف من الأسر الغزية التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. نقوم اليوم بتقديم هدية من الشعب الباكستاني إلى شعب فلسطين، حيث قمنا اليوم بذبح عجلين وطبخهما، وذلك كهدية مقدمة من جمعية إسلام بباكستان إلى أهلنا الصامد في قطاع غزة. جزيل الشكر إلى جمعية إسلام بباكستان. لا ننسى أيضا شعب باكستان الذي عودنا على مثل هذه الوقفات الجادة مع أهلنا في قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم. شكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.